My best. عندي نقاط هواي أريد أوضحها. أول نقطة، أنتو أغلبكم minors chronically online، مطاعم غرفكم، وأعرف هذا الموضوع شلون يأثر على تفكير الواحد ويفصله عن المجتمع. بس إيه، معدان سلر مو سلر تقارنوها بالانورد، I'm gonna continue to say it، fuck you، احنا قاعدين بالعراق. ثاني شيء، اعرف اكو هوس بالموضوع خصوصا من البنات ولد همين، لان اعرف يعني ما ادري انتو عبالكم اكو parasocial relationship وانتو تعرفوني واحنا عارفه ولفه because you see my tweets، بس this is not real. أنا ما أعرفكم، أنتم ما تعرفوني، عادي let it go. شوفوا لكم أصدقاء حقيقيين. يعني أنا دا أمشي بيومي وأحد